طبعا استقبال طلابنا اليوم في هذا اليوم من بداية العام الدراسي الجديد جعله الله عاما دراسيا موفقا. سبقه مجموعة كبيرة من الإجراءات والترتيبات من حيث ترتيب الأبنية وتجهيز الغرف لتكون نظيفة وآمنة من حيث الأمن والسلامة. الاستقبال ما يزيد عن 280 ألف طالب في 284 مدرسة تابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة. كانت هناك ترتيبات لمدة شهر منذ شهر أغسطس تتعلق باستقبال المعلمين الذين سيدرسون طلابنا في المدارس. هناك تثبيت لمجموعة من المعلمين. اليوم نستطيع أن نقول أن جميع احتياجات المدارس قد تم تلبيتها ليكون المعلمون في استقبال طلابنا. هناك ترتيبات لتوفير التجهيزات اللازمة من حيث المقاعد وكل ما يتعلق بتجهيزات المدرسة. هناك ترتيبات لمراعاة الظروف الاقتصادية لطلابنا من حيث استطاعت الوكالة أن توفر قرطاسية للطلاب، كراسات لغة عربية وكراسات لغة إنجليزية وأقلام، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون. هناك ترتيبات تتعلق بتوفير الكتب الدراسية. نستطيع أن نقول أن معظم الكتب الدراسية قد تم إيصالها لمخازن المدارس. هناك تعليمات من رئاسة برنامج التربية والتعليم أن يتم تسليم الطلاب كل مستحقاتهم من الكتب والقرطاسية حتى نستطيع أن نباشر عملنا منذ اليوم الأول. كالعادة من المعروف أن قطاع غزة يعيش ظروف اقتصادية صعبة تزداد يوما بعد يوم، وهذا يشكل عبء على الوكالة. الجميع يعلم أن الوكالة تعيش ضائقة مالية وهناك نقص في موازنات الوكالة، وهذا يلقي بظلاله على كل ما تقدمه الوكالة من الخدمات، رغم أن الوكالة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وخاصة الطلاب في المدارس، باعتبار أن التعليم أولوية قصوى لوكالة الغوث في قطاع غزة.